عمري يا موطن عزتي وفخري إماراتي وفديت اسمك وسام انحط على صدري بلادي يا بعد عمري يا موطن عزتي وفخري يا علي ما خلا منها بلادي بلادي واسألوا عنها عن الماضي وعن الحاضر وعن طيبة مواطنها عن الماضي وعن الحاضر وعن طيبة مواطنها إماراتي 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 إماراتي. وتجدد اللقاء أعزائي المشاهدين مشاهدين قناة سما الخليج ومن إمارة أبو ظبي وتحديدا من منطقة المصفح. ومعنا الآن الأستاذ رجل الأعمال الأستاذ يوسف صاحب مدير عام المهند للقطاع الغيار السيارات المستعملة في إمارة أبو ظبي. بالبداية أستاذ يوسف مساء الخير. مساء النور حبيبي، أهلا وسهلا فيكم. يا حبيبي أستاذ يوسف، لو أردنا نعرف السادة المشاهدين في هذا البرنامج كلنا زايد، يعني أن نعرف السادة المشاهدين بحضرتك، يعني يوسف من هو، وين ولدت، وين درست، وكيف نشأت، وكيف كانت بدايتك في حياتك؟ والله أنا انتشأت بمنطقة اسمها حلب، فدرست للصف السادس وبعدين طلعت على شغل السيارات. أوكي، وبعدين تغربت وطلعت على الأردن، اشتغلت سنتين وبعدين اجتني الفرصة أنه أجي على دولة الإمارات العربية المتحدة. نعم، متى تم دخولك للدولة؟ 2006. يعني سبب اختيارك لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأكيد كان لك دول كثيرة ومتاحة، يعني سبب اختيارك لهذه الدولة؟ والله أول شغلة دولة الحمد لله فيها أمن وأمان ومتطورة، ويعني الحمد لله والإنسان برتاح فيها ورفاهية، الحمد لله الله وفقنا هنا واستمرينا. نتكلم عن المهند للقطاع السيارات، يعني كيف أجتكم فكرة هذا المشروع أنكم تستثمروا في هذه الدولة، وأكيد في منافسة عالي وشريف في هذا المجال، يعني كيف أجتك؟ والله الفكرة أجت لأخوي الكبير، هو اللي دعمنا وشجعنا والصراحة وكبرنا. فأول شيء هو أسس وأخذ محل واثنين، وبعدين جابنا واحد واحد ففتحنا فرع تاني، والحمد لله عنا هلا صار 4 فروع وإن شاء الله لقدام في أفرع كمان. نتكلم شوي عن اخوك مهند، يعني اكيد هو زرع فيك هاي الثغرات وهذه، يعني ما شاء الله عليكم، يعني انتم انسان ناجحين في مجال عملكم. يعني نتكلم شوي عن اخوك مهند، يعني ماذا عمل فيه؟ والله اسم اخوي الكبير اللي اسسنا اسمه وسيم، والحمد لله انه الله يعني يشفيه، هلا مريض شوي، فهو اللي حط يعني هالثغرات بانه فيها نجاح، فيها استمرارية، فيها تطور، فيها منافسة شريفة. فالحمد لله ونحن يعني بقدوته مشينا والحمد لله نجحنا، وكل ما ننجح أكثر وأكثر. الله يحفظكم يعني، وخليكم لبعض، ظلكم خيمة لبعض إن شاء الله. أستاذ يوسف، نتكلم شوي عن الخدمات اللي بتقدمونها من داخل هذا المكان، يعني أبرز الخدمات والإشي اللي تميزتوا فيه. نحن أول شيء نحن معروفين بال عنا قطع غيار سيارات، فبنشتري السيارات بنبيع منها قطع، عنا ورشات تصليح، الحمد لله أنه نجحنا بالتصليح، تصليح صح، يعني ما منزعل زبون، يعني نقدم خدمات صح، فالحمد لله مستمرين إن شاء الله. نتكلم عن الأنواع والجود الموجودة داخل هذا المكان، وين بنستوردوا هذا؟ هلا بنستورد منه وارد أطلع من برا، منه سيارات من الخليج، منه يعني من برا ومن هون من السيارات. أنواع السيارات تختصوا فيها شو السيارات؟ بورش، اودي، بي ام، روز، بنتلي، يعني فوكس فاجن. نعم. نتكلم شوي عن رؤيتكم المستقبليه، هل هناك رؤيه مستقبليه لكم في مجال عملكم؟ والله ان شاء الله اكيد في رؤيه استمراريه، في مستقبل حلو، يعني الحمد لله امور طيبه. نحكي عن سر نجاحكم في الدوله، ما هو سر نجاحنا؟ الصدق، الزبون على طول على حق، معامله طيبه. هل من مشاكل أو معوقات واجهت أثناء عملك أو بتواجهك وتخطيت؟ شوف، بالحياة لازم يكون في مشاكل عشان تستمر الحياة، مشاكل صغيرة طبيعية يعني أي إنسان بيعدي فيها طبعاً. نتكلم شوي، يعني إحنا الحمد لله رب العالمين دولة الإمارات العربية المتحدة يعني تنعم في منظومتين، نعمة الأمن والأمان، يعني حينما وجد الأمان وجد الاستثمار، يعني ماذا تعنيك نعمة الأمن والأمان؟ طبعاً أول شيء يعني الله يرحم الشيخ زايد، هو اللي أسس هالبلد هاي صح، بعدين الله يطولنا بعمر الشيوخ، شيخ خليفة، شيخ محمد،
داعمين هالشعب الوافدين، يعني الحمد لله ما في، الوافد عايش والمواطن عايش كله بمستوى واحد والقانون يعني فوق الجميع. يعني لو قدر لك أيضا والتقيت في قائد الوطن الشيخ خليفة الله يحفظه ويطول بعمره، يعني ما هي الكلمات الطيبة اللي تود أن تقول له؟ والله يعني بيعجز الكلام على أي كلمة دا أقدم لها صغيرة. فبدعي له بالشفاء وبوس راسه يعني على الخدمات اللي بدعم فيها الشعب والمواطنين والوافدين. شو ما هي رسالتك أيضا إلى الأجهزة الأمنية والجيش والجنودنا البواسل المرابطين حول واستقرار وأمن هذه البلد؟ أكيد نرفع لهم التحية والقبعات عبر قناة سما الخليج، يعني ماذا توجه لهم رسالة؟ والله الصراحة يعني الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، إنه هاي الدولة تتميز بشغلة إنه الأمن والأمان أقوى شيء فيها، والله يعطينا العافية رجال أمن والشرطة والجيش، يعني ما لنا مخليين ما منحتاجين نحن شيء أبدا، من يعني أبدا أبدا شيء إنه نقدمه لأي شيء غير قانوني، فكله تحت القانون، تحت القانون كلياته. أستاذ يوسف، نتمنى لك التوفيق وأنت كشاب يعني في بداية عملك وناجح في مجال عملك، يعني شو بتنصح الشباب؟ أكيد بقول لك المشوار ألف ميلة أبدأ بخطوة، كيف تنصح الشباب؟ والله أنا بنصح كل شيء شاب حابب يعمل مستقبل، يعمل فرصة له حياة جديدة، يجي على دولة الإمارات العربية المتحدة. هل من رسالة أخيرة عبر قناة سما الخليج لمن شئت؟ والله أول شيء بشكركم، شرفتونا، وبشكر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد على دعمه لكل المجالات، والله يعطيكم العافية. الله يعافيك يا رب. الله يسلمك. طبعا احنا بتمنى لك التوفيق يعني ومزيد من التقدم والنجاح. وطبعا اعزائي المشاهدين، يعني اشكروا معي الاستاذ يوسف صاحب ومدير عام المهند للقطاع الغيار السيارات في إمارة ابو ظبي، كل الشكر والتقدير، وكنت ضيف عزيز غالي على برنامجنا. شكرا. شكرا. شكرا لك، شرفتونا. الله يخليك. بعد عمري يا موطن عزتي وفخري، إماراتي وفديت اسمك وسام انحط على صدري، بلادي يا بعد عمري يا موطن عزتي وفخري.